Thank you, Olaf. Thank you, everybody there. And I'm going to speak in Arabic. That is so wonderful. We need that. Thank you so much. It was a dream, in fact, to do a meeting. Thank you for your support and your expressing this meeting to be. From long time, about 3 years, we are looking to do something in Arabic region, and finally the dream become reality. I'm going to speak about my experience, okay, in Arabic. I hope you will understand, maybe in body language if I will use. I don't know. I hope that. Actually, yes, the thing, I think, wait, okay. I have to do some arrangement here. First things I would like to thank you all. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أتقدم بالشكر الجزير للمنظمين على إعطائي فرصة للتحدث عن تجربتي مع مرض الهانتينغتون. في هذا الحدث الدولي الهام وهو المؤتمر الأول لمرضى الهانتينغتون للدول العربية والذي تنظمه الجمعية العالمية لمرضى الهانتينغتون. The International Huntington Association. أنا من ضمن أسرة كبيرة أصيبت بهذا الابتلاء ولم أكن أعلم عن مرض الهانتينغتون والذي كنا نسميه مرض العائلة. وهذه هي التسمية التي تعودنا عليها بمرور الأيام حتى تخيل لنا أن هذه التسمية هي الاسم الصحيح للمرض. لم نكن نهتم كثيرا عن المرض ونحن صغار حيث كان نصيب كبار السن من المرض أكبر وكنا على اعتقاد بأنه لن يصاب بالمرض بخلاف ما نصيب به كنا كالماشية ترعى بالقرب من قطيع من الأسود إذا أكلت أحد الأفراد استمرت باقي القطيع بالرعي في نفس المكان دون الاكتراث بالأمر لقد أصيبت جدتي من الأم وأختها وتوفت وأنا صغير السن وأصيبت به أمي وعدد من خالاتي وإخواني ومن ثم بدأت تظهر الأعراض في الجيل الثالث في أخوتي وهذا كان مؤشر واضح بأن الوحش بدأ بتمزيقنا أعراض المرض كانت مخيفة خاصة عندما بدأت تظهر في سن مبكر في الأطفال هناك بدأنا ندرك بأن المرض مروع ولكن للأسف كان الوقت متأخر جدا كان التزاوج بين العائلة منتشرا وأصاب المرض أولاد أختي الأربعة وتوفوا جميعا واحدا تلو الآخر وهم في سن الطفولة وأخيرا تم تشخيص المرض وأخبرونا بأن اسم المرض هو هانتينغتون كوريا وأنه مرض جيني وراثي نادر ومن المفارقات عندما كنت أناقش إخواني وأخواتي لأول مرة عن اسم المرض كنت أتوقع من خلال اسمه أنه منتشر كثيرا في كوريا الجنوبية أو كوريا بشكل عام في شرق آسيا في بداية 2012 بدأت أقرأ عن هذا المرض عن طريق الإنترنت في ذلك الوقت لم يكن هنالك الكثير من المنشورات للتعريف بالمرض في بعض المواقع كنت أجد اسم المرض باللغة العربية يسمى الرقاص وهذا الاسم كان يختلف كليا عن الاسم محل البحث ومن خلال بحثي استطعت أن أتعرف على البروفيسور فرديناندو سكويتيري وكان ذلك في منتصف 2013 تواصلت مع البروفيسور فرديناندو حيث سبق وأن قرأت عنه في بعض المواقع وتواصلت مع الجمعية التي كان يعمل من خلالها كلمة حق يجب أن تقال إنه مثالا للطبيب والباحث المحترف فقد زارنا في سلطنة عمان خلال إجازته السنوية أي بعد ما التقينا بحوالي شهر ومن خلال التشخيص اتضح بأن هنالك الكثير ممن يظهرون علامات المرض مرض الهانتينغتون لقد قام البروفيسور فرديناندو بإرشادنا إلى خطوات
عملية علينا عملها بكل مهنية. أرشدنا إلى ضرورة عمل جمعية للمرضى وتواصل مع المركز الوطني للأمراض الوراثية لدينا، وأوضح لهم طرق الفحص الجيني للمرض والبروتوكولات الخاصة بالفحص الجيني، وعمل هو وفريق عمله ليتمكن المركز من إجراء الفحوصات. وكانت له زيارة كل 3 شهور تقريبا لمتابعة حالات المرضى. باختصار، لقد أنار لنا الدرب الصحيح لرعاية مرضانا وكيفية الوقاية من المرض. بالإضافة إلى ذلك، عرفني بجمعيات مرضى الهانتينغتون. شكراً للبروفيسور فرديناندو، شكراً للسيدة باربرا، سأظل ممتناً لكم. من تلك اللحظة عرفنا الكثير عن المرض، وعرفنا احتمالية الإصابة، وعرفنا معنى أن يكون الشخص في خطر بالإصابة، وعرفنا الفحص الجيني وعلى مخاطر الفحص الجيني، وتعرفنا على تأثير المرض على سلوك المرضى وتأثر مشاعرهم. لقد كان فعلا مهما في حياتنا. صحيح أنه ما زال المرض فينا، لكننا أصبحنا نعرفه ونحاول تجنبه، نتوقعه وهو نصب عيوننا. إن عدم معرفة المرض المصاب به شيء محبط بكل معنى الكلمة. عدم العلم بالمرض يفتح لك أبواب التنبؤات ويوقعك في كثير من المتاعب بدون أن تعلم. أرى في هذا المؤتمر من التحديات الموجودة إن أكبر التحديات عندنا هي عملية نشر الوعي عن المرض، وهو أصعب التحديات. أعتقد أنه يجب توعية الناس عامة والأطباء النفسيين وأطباء الأعصاب على الأقل بالمرض، وطريقة تتبع شجرة المرض خاصة بالمريض، لأنه من خلال تجربتي وجدت الكثير من الأطباء مع احترامي لهم ليس لديهم أي معلومات عن المرض وطريقة التعامل معهم. توعية الكيانات الحكومية المختصة بصحة المجتمع بالمرض وكيفية التعامل مع المرضى ووضع بروتوكولات محددة وواضحة مع سجلات خاصة لحالات الأمراض الجينية الأخرى. دعم الأبحاث الخاصة بالمرض عن طريق الدول وعن طريق الجمعيات المختصة. أيضاً رعاية المرضى تختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، ولتعديل الأمر إلى الأحسن أرى ضرورة السعي لنشر التوعية بالمرض باستمرار. اختلاف الثقافات the culture, different of culture. اختلاف الثقافات هو واقع نعيشه، ولكل مجتمع طريقة عيش مختلفة عن الآخر، وبالتالي يجب أن تكون توعية نابعة من أسلوب حياة المجتمع. ما يصلح للغرب قد لا يصلح لنا، والعكس صحيح. هنالك مثلا اختلافات جوهرية في طريقة تكوين الأسرة في المجتمع الشرقي عن غيره من المجتمعات، وطريقة اختيار شريك الحياة، وهذا قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أسرية كثيرة إذا ما تبين أن أحد الشركاء مصاب بالمرض. نحتاج إلى أفلام قصيرة وثائقية عن المرض، لأنه لا يكفي الاعتماد كلياً على قنوات التواصل الاجتماعي فقط. نحتاج إلى التوسع في إنشاء جمعيات دعم للمرضى وأسرهم والتشجيع على الانضمام لها للتبادل خبرات وبث روح الأمل. هناك نقاط كثيرة تحتاج إلى وقت أكثر لمناقشتها. مرة ثانية أشكر الجميع على إتاحة هذه الفرصة لي، وشكراً. Thank you. شكراً. شكراً جزيلاً أستاذ محمد. يلا Yes. It was a dream, if I can add. Okay, it was a dream for all to do something in Arabic country. Yes. We need more awareness. We need the challenges awareness. We have to know about Huntington disease. I'm sure that there's a lot of patients here in this area, but nobody knows. Yes. They don't know how to diagnose the disease, and not only diagnose, to follow up the roots of the disease. Because the families here in Arabic are so huge families,
And they can know a tribe, all tribe in one person. He can know all the rules of the tribe. So I think there's some patient that need a lot of work. And that's all. Thank you a lot anyway, who give me this chance to speak in Arabic.